مساء الخير، نلتقيكم وموضوع جديد من هي وهو. موضوعنا عن مراهقة خريف العمر، وقد يختلف معنا بعض المختصين في علم النفس في اختيار هذا العنوان لموضوع حلقة اليوم. فالبعض يشير إلى أن مراهقة خريف العمر هو مصطلح يتم تداوله اجتماعيا بين الناس، بينما في مجال علم النفس يمكن تغيير هذا المصطلح إلى أزمة منتصف العمر. وسواء كانت أزمة منتصف العمر أو مراهقة خريف العمر، فإن المقصود بذلك هو المتغيرات النفسية والسلوكية والعاطفية التي تحصل عند الرجال والنساء على السواء بعد تجاوز العمر رحلة الأربعين، ومدى انعكاس هذه المتغيرات على الحياة الزوجية. البعض يرى أن مرحلة منتصف العمر قد ترافقها رغبة في التغيير، وقد يكون من أسبابها روتينية الحياة الزوجية، وهي مرحلة يختلف فهمها بين مجموعة وأخرى. فقد يقول أحدهم: لماذا نعتبر التجدد والإحساس بالحب والحياة في هذه المرحلة العمرية مراهقة؟ ولماذا نحاول إظهار الاهتمام بالمظهر هو حالة من حالات القلق وعدم الاستقرار؟ فيما يجيب آخرون بالتساؤل: أليس لكل مرحلة عمرية خصائصها ووقارها؟ وإن محاولة استرجاع سنوات مضت هي بحث عن وهم، وإن محاولة تجديد الشباب بالبحث عن امرأة أخرى أو زوجة ثانية صغيرة لا تعدو عن وقوع في خطأ صعب. سنناقش هذا الموضوع ونستقبل اتصالاتكم وآراءكم عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر أسفل الشاشة. ومعنا أيضا لمناقشة هذا الموضوع الدكتور حيدر سكر، اختصاص علم نفس. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات، مرحبا وسهلا. منور اليوم ما شاء الله. منور لكم، شكرا جزيلا. دكتور، اطلعت على موضوع الحلقة. في البداية حابين نعرف، أنا بالنسبة إلي كرأي شخصي، يعني المراهقة يعني كلمة واقعها صعب وعلى كل المراحل، يعني حتى المراهق نفسه من تقول له أنت أو تواجهه بهذه الكلمة يستفز ويثار. فشنو رأيك بموضوع كلمة مراهق بالبداية؟ المراهقة مرحلة عمرية يمر بها الفرد حالة حال بقية المراحل. نعم. يعني إذا أردنا أن نقسم مراحل نمو العمر اللي يمر به الفرد، فيها مرحلة طفولة. نعم. مرحلة مراهقة، مرحلة رشد. مرحلة الطفولة تبدأ من الولادة لحد سن، في مجتمعات للعشر سنوات أو للاثناعش سنة، وبعد الاثناعش سنة تعتبر مراهق، في مجتمعات لسن الأربعتاعش سنة، وتختلف حسب ثقافة ذلك المجتمع. منهم من يعطي للأولاد من لسن الاثناعش سنة. نعم. ومنهم من يعتقد أن المراهقة تبدأ عند الأناث من سن الأربعتاعش سنة. ثم تبدأ مرحلة المراهقة اللي هي قلنا خلنا نبديها من 12 سنة. نعم. لل 18 سنة أو لل 19 سنة، بعدين تبدي مرحلة الرشد. إذن هي مرحلة عمرية يمر بها الفرد. طيب أنا بس حابة يعني بالبداية أعرف دكتور، ليش الكلمة واقعها صعب؟ ليش واقعها النفسي غير متقبل؟ يعني بعض المراهقين يستفز إذا تقول له أنت مراهق، فكيف إذا كانت هذا المصطلح نستخدمه على ناس تجاوزوا 40 أو 50 سنة؟ هذه استخدام هذا المصطلح لأنه مرتبط بصورة معينة عن الفرد اللي يطلقون عليه تسمية المراهق. طيب. هي كتسمية، هي تسمية علمية adolescence، يعني معروفة adult هي الراشد، adolescence هو المراهقة، فهي هذه المرحلة عمرية. لكن مقبولة دكتور، مقبولة الكلمة يعني كتصنيف علمي مقبولة. نعم. مجتمعياً، كتصنيف نفسي أو اجتماعي. مجتمعياً. نعم. المجتمعات تختلف باختلاف ثقافتها وباختلاف عاداتها. نعم. في كل المجتمعات تصنيفات للمراحل العمرية. تمام. والنظرة لهذه التصنيفات تختلف حسب ثقافة ذلك المجتمع. إحنا كمجتمع شرقي. نعم. عام، ومن ثم مجتمع عربي ومجتمع عراقي. إن خصوصياتنا. تمام. في إطلاق التسميات. وكل تسمية لها وقع خاص. احنا الان كمجتمع عراقي نطلق على الطفل الصغير اسم جاهل. نعم. وقعها النفسي سلبي. سلبي، تمام. لاحظتي كيف؟ هو اني هذا اللي احب نوجه عليه فكرة وضوء بالبداية. اطلعي خارج العراق، الدول المحيطة. نعم. ناخذ بلاد الشام مثال. بلاد الشام اقصد بها فلسطين وسوريا ولبنان. نعم. والاردن.
يقولون صبي. يسموه صبي. صبي أو صبية. الشاب إحنا نقول له يا ولد. تمام. هم من تقولي له يا ولد. يستفز. يستفز ليش؟ لأنه وقعها النفسي. إنه مدلولها النفسي. شان إنه ده تصغره. وفقا لطبيعة وثقافة المجتمع. تمام. الآن لما أنت تجي لمجتمع عراقي إطلاق تسمية مراهق على الشخص، لأن إحنا عندنا الصورة السائدة عن هذا الفرد اللي يسمى مراهق بأن هو نزق، بأن هو سلبية. تصرفاته سلبية. نعم. بأنه سلوكاته لا تتفق وتتوائم مع البيئة المحيطة. نعم. انفعالاته غير مسيطر عليها، يتسم بالتوتر، يتسم بالقلق، يتسم بالتحجج، يتسم بالمبالغة في السلوك. نعم. فبالتالي وكأنه إحنا ننظر للذي نطلق عليه هذه التسمية بأن السلوكات اللي يقوم بها هي سلوكات سلبية. منها أصبح وقع الكلمة على إذن المستمع اللي يسمعها سلبي، خصوصاً إذا توجه إليه عندما توصفي بها، وإنما هي لا، هي مرحلة عمرية كليتنا مرينا بها. كليتنا مرينا إحنا مرحلة طفولة، مرحلة مراهقة، مرحلة رشد. هذه شيء ثاني، هي مرحلة المراهقة هي الاقتراب من النضج تمام ومن البلوغ، وما المتغيرات النفسية والسلوكية والاجتماعية اللي تطرأ على هذا الشخص. طيب نطلع من كلمة مراهق، نروح على خريف العمر. خريف العمر ممكن يصيب العمر فعلا ولا يصيب الروح؟ لأنه بالبداية احنا تناولنا بالموضوع ببداية الحلقة انه في خريف للروح، يعني كان يكون هو شاب عمره مثلا بالعشرينات لكن تحسه يعني روحه بها كهولة. بهذا السؤال ذكرتيني بمقولة الماركيز. نعم. جابريل غارسيا ماركيز. نعم. في رواية الحب وشياطين أخرى. نعم. يقول إن عمر الإنسان لا يقاس بعدد السنوات. ولكن بما يشعر به هو نفسه. حتى وإن كان الآخرون ينظرون إليه بغير شكل. يعني معناته شنو؟ وكأنه أنت تعيش وفق ما أنت ترغب. أنا لما أجي هذه اللي سميناها خريف العمر. نعم. علميا مقسمين المراحل واتفقنا طفولة مراهقة رشد. لاحظي شلون يصير نوع من تحديد لسن معين، إنه بعد سن الأربعين ارتبطت بالمرأة تسمية معينة سموها سن اليأس. نعم. عند الرجل سموها أزمة منتصف العمر. هم يربطوها بالمرحلة العمرية اللي بعد منتصف، ما نقول من سن الأربعين، بعد منتصف سن الأربعين للخمسين صعودا. وقد تستمر هذه المرحلة من 3 إلى 5 سنوات وقد تستمر أكثر. لاحظتي؟ الآن لما نيجي ناخذ هذا سن الأربعين، هذه بي 3 جوانب بعد سن الأربعين. نعم. بي 3 جوانب، هناك من ينظر أنه هو تغيير نفسي. وهناك من ينظر أنه هو تغيير بيولوجي. وهناك من ينظر إلى أنه هو تغيير اللي يعود لأساليب التنشئة الاجتماعية. تمام. تغيير النفسي هي عملية انتقال. لاحظت شلون الربط بيها وين؟ في التغيير البيولوجي اللي هو تغيير في عملية إفراز الهرمونات. نعم. وبالذات الهرمونات المسؤولة عن جوانب جنسية موجودة عند الفرد. معناتها دكتور، عفوا على مقاطعتك، معناتها فعلا أنه الرجل والمرأة على حد سواء بهذه المرحلة العمرية تطرأ عليهم تغييرات نفسية واجتماعية وسلوكية وعاطفية. صحيحة هذه النظرة؟ احنا مقسمناها قلنا بيولوجي ونفسي واجتماعي. تمام. الاجتماعي شنو؟ سائد عندنا بالمجتمعات العربية والعراقية بشكل خاص. نعم. هذه التسمية أنه المرأة بعد سن الأربعين هو سن الـ سن اليأس. دكتور أريد نسلط الضوء على هذه الموضوع، موضوع الاجتماع، يعني أنه المجتمع هو اللي يحدد هذا الشيء. يعني هو الإنسان يكون مو حاس، ممكن مو حاس بعمره أو مو حاس حتى بالتأثيرات البيولوجية اللي تطيب وإثبات لكلامك جسمه. وإثبات لكلامك البريطانيين يعتبرون سن 55 هو بداية هذا اللي احنا سميناه بسن أزمة منتصف العمر عند الرجال أو سن اليأس. نعم. لاحظي يعني ثقافة ووعي المجتمع مهمة جدا، تلعب دور بالموضوع. لاحظتي كيف؟ تمام. لما احنا نقول
أنه المرأة بعد سن الأربعين يبدأ سن اليأس، والرجل يصير عنده أزمة منتصف العمر. يعني وكأنه إحنا حصرناهم، أنت إذا وصلت أنت المرأة بعد انتهى دورك من الممكن أنه أنت يعني عملية الإنجاب، لأن المقبولية الاجتماعية إحنا ننظر لها بهذا الجانب، وجانب نفسي للمرأة أنه هي تجد ذاتها في عملية الإنجاب. إذا وصلت إلى الأربعين معناتها أنه أنت إحنا ما راح تنجبين، والرجل نفس الشكل. ممكن الحالة الاجتماعية تلعب دور أيضا بالأثر النفسي السلبي طبعا عند الرجل والمرأة على حد سواء بهذه المرحلة العمرية أكيد، يعني ممكن طبعاً. من خلال نظرة المجتمع لهذا الشخص بعمر الخمسين، إذا أي تصرف راح يكون مثلا محسوب عليه، حتى بلبسه، إذا قميصة، إذا نقى فد قميص بلون فاتح، ويعني ما يتلام مع عمرك، ما يتلام مع سنك بالضبط، أو هذا يعني مو مناسب للأم أو للأب. يعني حتى بعض الأبناء يوجهون الانتقاد للأم أو للأب بهذا الجانب. هذه هي طبيعة هذا المجتمع. نعم. يعني طبيعة، يعني احنا نرجع، انت حضرتك تركزين على جانب انه المجتمع ووعيه. نعم. احنا الظروف المحيطة هي التي تخلق وعينا. لاحظتي؟ يعني شنو معناتها الظروف المحيطة هي التي تخلق وعينا؟ يعني ما نتعرض إلى من خبرات، من تجارب، من ظروف، من متغيرات تشكل وعينا الاجتماعي. تمام. فإذا أنا داري دا غير وعي الاجتماعي، لازم شغير أغير هذه الظروف والمتغيرات. تمام. فإحنا كمجتمع إحنا بهذا الشكل متشكلين. تمام. كتركيبة نفسية، وأنا أتكلم على مجتمع عراقي. مجتمع تعرض لكثير من الظروف والمشكلات والمتغيرات، اهتزت المنظومة القيمية، اهتزت طبيعة العلاقة الاجتماعية، قل التفاعل الاجتماعي، قلت الصلات الاجتماعية، ضعفت دور المؤسسات الاجتماعية في عملية التنشئة، لأن المجتمع تعرض لكل هذه الظروف، وإحنا مو غريبة علينا. بالتالي هو يعني عفوا على مقاطعتك، إحنا ممكن نضع اللوم أيضا على المجتمع، كونه إنه إحنا صار عندنا يعني الانتقاد شيء يعني من روتيني وشيء بحياتنا اليومي، ما نراعي حالة الشخص مثلا اللي يمر بهذه المتغيرات النفسية والفيزيولوجية اللي يعني مغصوب عليها، أحيانا مغصوب عليها. إحنا رح نتوسع بالموضوع لكن بعد ما نشاهد هذا الاستطلاع. وياكم مشاهدينا. راح اخالفك بسؤالك، لانه المراه دائما هي حتى اذا تسالها عن عمرها يعني ما راح تجاوبك بعمرها الحقيقي، فدائما تلاحظ انه النساء كل ما يتقدمن بالعمر يبدن وكانما يعني رجعن الى عمر الشباب، وليس اللي تحدثت به وتطرقت له انه بعد الأربعين تهمل نفسها. لا، يعني شاطرك، اختلف معاك بالراي، يعني انه المراه تعتني بنفسها بعد اكو نساء قالوا فعلا احنا من يصير عندنا اولاد وبيوت وكذا ونصير يعني جدات مثلا او عندنا احفاد يعني تقل الاهتمام بنفسنا. مو كل النساء، يعني ممكن انه اكو نساء، بعض النساء لا، بعد الاربعينات يعني تكون عنايتها بنفسها، ترجع شابه تتمنى عمليات تجميل، ما شاء الله مراكز التجميل كثرت بالعراق وخصوصا في بغداد، يعني رجل بعد الأربعين لأنه يفكر تعدد الزوجات، وهو هذا الهدف، يعني خاصة إذا كان ميسور الحال، يعني يفكر أنه تعدد الزوجات في الأغلب. يعني هو يمكن هاي أكو يعني أكو شي حالات، بس هاي مو حالة، يعني حالة استثنائية. لا أدري بها. يعني مو الكل، البعض. لا، البعض. أي البعض. أي طالما هم الرجل والمرأة، يعني تقصد الرجل والمرأة بشكل عام، لو رجل المرأة ككبل يعني زوجين. لا بشكل عام، يعني الرجال وراء الأربعين يقوم يهتم بنفسه وهندامه وكذا، المرأة ربما يصير عندها أحفاد وبيت ومسؤوليات تترك نفسها. المرأة اللي هي عندها أطفال وبيت ومسؤولية، يعني نوعا ما ممكن تعوفهم نتيجة الظروف، يعني قد تكون الظروف المعيشية ما تعطيها مجال إنه تعتني بنفسها، يعني الظرف المعاشي ضروري جدا. متزوج ولا لا؟ متزوج حضرتك؟ متزوج. طيب، ما بعد هسه انت بعدك بشبابك وحيلك ومهتم بشكلك وهندامك وكذا، ما بعد الأربعين يبقى هذا الاهتمام ولا يختلف عندك؟ والله هي حسب الشخص، يعني اكو شخص يشوفه من البدايه انه مهتم بنفسه، بمظهره، باخلاقه، بتصرفاته، فيعتقد انه حسب هو
توجهها من البدايه يعني. اكو بعد الأربعين يلتهي بالحياه والمشاغل والاطفال والعائله، يهمل نفسه. هاي حسب ظروف الحياه يعني، ما تقدر تحكم عليها. اذا كانت ظروف صعبه وحياه واجهتها بصعوبه فاكيد يهمل نفسه، انه حتى في سبيل انه يوفر شيء لعائلته. اذا بقى مترف ومتمكن راح يعتني بنفسه اكيد لغرض يعني. اكو بيها ناس للتباهي او انه هو فد شيء يعني يريد يتزوج او يريد يتزوج، وما به شيء يعني. واحد اذا تزوج وحده واثنين وثلاثه الشرع محلل هذا الشيء، فاحنا ما نقدر. فان شاء الله اكو ثانيه وثالثه اذا الله سهل. انه واقع اللي يمر به العراق بعد الأربعين سنه راح يبدي انه كان عند راح يكون عنده وعي كبير، فاعتقد انه راح يهمل نفسه ويبدي يهتم باسرته اكثر. نعم، تبدا عند الوعي حب الاسره اكثر من حب الذات، راح تطغى حب الاسره على حب الذات. فاكيد راح انه يصرف وقته ويصرف مجهوده ويصرف تفكيره لاسرته اكثر ما يصرفها لنفسه. واللي يبدي يهتم فعلا يبدي الزواج مره ثانيه، هذه المشكله هي هذه اللي يشوفها مجتمعنا، خصوصا انه اذا بدا يهتم بنفسه انه عائلته راح تلاحظ عليه هذا الشيء وراح تخوف من هذا الموضوع. دائما الخوف راح يكون انه الرجل اذا اهتم بنفسه او بدا انه يعني اذا نقولها بالمصطلح العراقي انه قام يحط عطور وقام انه يلبس البدلات انه عنده شيء بباله. طيب دكتور، قبل ما نكمل الموضوع ناخذ اتصال ويانا المتصل خالد طالب. عفوا طالب، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اشرف بكم سمع اصواتكم انتي وحضرة ضيفك الكريم. الله يخليك لنا الشرف باتصالك، واشكركم على هذا البرنامج الجميل اللي من خلاله تناقشون قضية يعني مراهقة خريف العمر. بالتأكيد هذه نقطة مهمة، وأنا أشاطر دكتور برأي يعني مثل ما قال يعني الدول الأجنبية أو حتى بريطانيا، يعني من إنسان يوصل عمره 50 يعني يعتبرونه بداية مراهقته، بداية شبابه. نعم تمام. طبعا سيدتي العزيزة، احنا اليوم تعرفين ظروفنا صعبة، يعني حياتنا ما نعيشها بصورة طبيعية، فيعني دائما يعني تجد من نادر بانه تجدين امرأة تفهم من رجل او في هذا العمر او تستطيع بانه تقدر تتعايش ويا ضمن الاجواء اللي احنا نعيش بها، اجواء حرب، اجواء ظروف مادية، اجواء كثيرة، فما نقدر يعني نواكب الشعوب والعصور. تمام. ويعني نوصل بالمرحلة اللي احنا ذي. تمام احسنت. اخ طالب عفوا، يعني ايش قد عمرك؟ أنا عمري 30 سنة. بعدك لسه أول الطريق، أنت بعدك ما وصلت حتى، بعدك بربيع العمر. العمر كله إن شاء الله. بعدني يعني الحمد لله والشكر. بس إحنا أنا طبعا أعيش منطقة ريفية وعندي 4 أطفال وزوجتي والحمد لله والشكر، يعني قادرين بأنه يعني شلون نتأقلم ويا الأجواء هذه. حلو. أجواء العيشة الصعبة والحمد لله والشكر، يعني قدرنا أنا بنظري تقدرت أنا أكسر حتى حاجز الخوف، يعني حاجز خوف المراهقة وهذه الأمور، ونتفاهم ونعلم أطفالنا ونشوف الطريق الصحيح. ربي نسأل من الله أن يوفق الجميع. آمين يا ربي. آمين، وإن شاء الله يا ربي يديم عليك نعمة التفاهم والتأقلم دائما على كل المراحل العمرية. شاكرة اتصالك أخ طالب ونورتنا. دكتور، نرجع لموضوع اللي شفناه التقرير ووجهة نظرك، وجهة نظرك بما سمعت من الاستطلاع. طبعا هو بالاستطلاع يحاول انه يعطي صورة مجتمعية عن ما يدور داخل المجتمع او الرؤية اللي هم يحملوها تجاه هذه الظاهرة. نعم. احنا المهم انه هو التفسير الحقيقي لها. نعم. الآن أنا لما قلت هي مرحلة عمرية، تمام، معناتها لها خصائصها ولها سماتها. لاحظي مرحلة المراهقة بشكل عام بمن تتمتع. نعم. قلق، توتر، احتياج، نزعة نحو التغيير. لاحظتي شون هذه الآن صفات، خلني نقول صفات مرحلة المراهقة بشكل عام. تمام. زوج مبكر،
دخل الحياة ومعترك الحياة واهتم بتربية الأبناء وتحمل المسؤولية ويوفر لهم لقمة العيش. نعم. ويبدي يأمن لهم مستقبلهم ويبدي أنه هو يحاول أنه يظهرهم بأفضل صورة. كبر وكبروا الأبناء والزوجة تركوا منهم من ترك المنزل للعمل. نعم. منهم من ترك المنزل للزواج، منهم من ترك المنزل لسبب أو كل لآخر. كل واحد شاف حياته الآن هو. نعم. بقى لاحظي هذه خلينا نسميها بالعامية الصفنة، انه تعال انا سويت، صار وقت فراغ، ماكو واحد بدا يحتاج اليه ولا هو واحد يرعاه. لاحظتي شلون هذه الفكرة بقت مسيطرة عليه، انه الان اني شنو اللي قدمته، يبدي ينتبه لنفسه. لاحظتي شلون؟ اذا احنا بما نربطها مرحلة مر بيها. هذا جانب. ممكن يعني عفوا دكتور قبل ما نتناول الجانب الآخر، أنه هذا الشخص اللي يعاني هذه المعاناة بعد فترة يكون هو أساسا ما ماخذ كفايته من مراحل العمر، مرحلة المراهقة اللي مر بيها فعلا. بالضبط. بحكم أنه هو ممكن، وحتى مرحلة الشباب ممكن هو شال المسؤولية، تزوج مبكر صارت عنده. طبعا هو بالبداية يعني يكون مكيف، بس يكون مكيف بس زوجوني بس أريد أصير أبو فلان وما أدري شنو، وبعدين ما يعرف أنه هاي تأثيراتها لاحقا راح تبين. هذا جانب. لاحظي الجانب الثاني. نعم. هذه مرحلة مراهقة خريف العمر، اللي خلنا نتفق إذا نتكلم عن المرأة نسميها سن الياس. نعم. وإذا نتكلم عن الرجل نسميها أزمة منتصف العمر. وأنا قلت لك هي أكثر يعني بروزاً. عفوا دكتور ليش إحنا سن الياس وأنتم منتصف العمر؟ ما هي هاي تسمية علمية. لأن أنا تكلمت لحضرتي قلت لك إنه منهم من ينظر إلى جانب نفسي ومنهم لا ينظر إلى جانب بيولوجي، وإحنا لما نتكلم على جانب بيولوجي. نعم. ترى نتكلم على تغييرات هرمونية. تمام. وإفرازات للهرمونات تمر في مرحلة عمرية. الدراسات تشير لاحظي العمر بعد سن 40 لحد سن 70. نعم. تبدي يخسر من عملية الإفراز 1% سنويا. نعم. لاحظي هذه خسارة عملية الإفراز لهذه الهرمونات المرتبطة بالإستروجين خلينا نسميه والتستوستيرون. نعم. اللي هن مسؤولات عن الجانب الجنسي، هذه خصائصها شوفي ضعف البنية العضلية والعظمية. وتكاثف منطقة البطن، يعني خلينا نسميه نقول يصير كرش. عنده كرش فيخف الجانب العضلي، فبالتالي يبدأ الشخص يبدأ بالشعور بالضعف والوهن، ممكن حتى تساقط الشعر يبدي. لاحظتي ظهور الذراع عند الرجل. فاحنا لما نتكلم نقول طيب. يسمينا ترى دني يصير عند الرجل. تمام. ويصير عند المرأة. عند المرأة يسموه سن يائس. نعم. وعند الرجل يسموها أزمة منتصف عمر. احنا ما مختلفين، بس اسمح لي دكتور ناخذ اتصال ونرجع عنك في الموضوع. ويانا الهام من الانبار، مساء الخير الهام. مساء النور حبيبتي، بس قبل ما يعني نحكي وندردش اريد تنصيلي صوت التلفزيون حتى اسمعك بوضوح واسرع. الله يخليك. سلم عيونك غالية. ممكن أشارك؟ أكيد ممكن. إيه بس أنا سمعت هذا الموضوع هو يعجبني. الحمد لله. مراهقة مع أني يعني بعد عمر صغير. نعم. بس أشوف هواية ناس يعني شباب هسه ما عايشين سن المراهقة مثل الرجال الأكثر من عمره 50 سنة. نعم. يعني هسه الرجال عمره 50 سنة قاعد يريد زوجة ثانية ورابعة وخامسة. أها. هو حدد الرابعة لازم يتخلص من الوحدة يلا يسوين خمسة. حصير عنده مشكلة. تمام. والله يسوي مشاكل ويا أهله ويعني يكون ناس المشاكل أريد أتزوج. شنو وجهة نظرك إلهام؟ يعني تشوفين العمر هو المؤثر ولا الظروف الاجتماعية، ظروف البلد العامة؟ يعني أنت برأيك شنو تشوفين السبب؟ يعني مو هذا الوقت يعني هذا يعني شوف الظروف الاجتماعية مو ما هفت أنا فوق 50 سنة. نعم. أجوز زوجة ومشتيك مع احترامي لله. طيب شوفي هسه انت احنا هسه بدينا يعني شوفي انت مارستي نوع من الضغط من دون ما تشعرين على الشخص المستهدف او على هذه الفئه العمريه المستهدفه. يعني مجربه هاي ناس شايفه قدامي. اها. طيب انت شنو انطباعك؟ انا اريد تحكي لي اللي شفتيه. يعني انا اقول هذا الشيء غلط. اها غلط. اي شيء غلط. يعني خاصه اذا كانت زوجته مهتمه بيه. نعم.
ويعني هو سنه مع الجواز ثاني وثالث. نعم. هذا الشيء قلق. طيب طيب حبيبتي إلهام، شكرا لاتصالك وشكرا لمشاركتك، وراح نناقش اكيد ما طرحتي. دكتور سمعت إلهام، يعني في نوع فعلا عندنا معاناة جهل بالموضوع، فعلا في ظلم على هذه المرحلة العمرية اللي ممكن احنا فوق ما مثلا هو الشخص معاناة النفسية والداخلية، في معاناة مجتمعية يتلقاها الشخص. فانت شو رايك؟ خلينا نشوف الاسباب. نعم. هي تكلمت اكيد، هي تكلمت عن جانب معين من الاسباب، قالت الزوجة واهتمام الزوجة. نعم. ما هو هذا لما نصير عندها ازمة منتصف العمر. شوف السبب الرئيسي، وهذه خلينا نخلي جواها خط لان انت تتكلمين على جانب اجتماعي. نعم. السبب الرئيسي لرجل بعد سن الأربعين تظهر عنده خلينا نسميها هم المراهقه المتاخره. نعم. موزمة. يقول هو عدم وجود الزوجه الصديقه. اها، اللي ما ممكن تتفهم وتستوعب هاي المرحله العمريه، عدم وجود الزوجه الصديقه التي تراعي هواياته واهتماماته وتوفر له الامان والاستقرار. راح تقولي لي زين ليش امان واستقرار؟ انا راح اقول لك، الان هو كان مسؤول عن ابناء. نعم. وكان مسؤول عن اسره. وكان مسؤول عن رعايه، ذول الزوجه وطلعوا وحكيناها قبل شويه. نعم. بدا الان نوع من الفراغ عنده. فاذا هذا من اللي يشغله؟ يشغل التقارب اللي يكون بين الزوجين. نعم. فلما تكون عدم توفر الزوجه الصديقه، سبب اخر. نعم. لاحظي هو عدم شعور شعور الزوج بالابتعاد فكريا وثقافيا واجتماعيا عن الزوجة. طيب. غياب الحوار. نعم. طيب دكتور اسمح لي أنا عفوا على مقاطعتك، لكنه الاتصال قبل ما نفقده ناخذ مشاركة علي من بغداد وبنرجع نكمل الموضوع. مساء الخير علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الله يخليك. الحقيقة أنا الدكتور ليوس بالغرض من ناحية التحليل ماله، أنا هم مدرس علم النفس بس غير علم النفس، مو هذا الموضوع. تمام. الظروف الاجتماعية اللي مر بها البلد هي تأثر تأثير مباشر. بس أكو بيت شعر أقوله إذا ما في زحمة عليكم، يقول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا الحبيب الأولي، ما الحب إلا الحبيب الأولي، كم منزل في الأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. هل أنت ذكرتونا بالحبيب الأول اللي كنا أمنيتنا بس نشوفه بعيوننا؟ اللي كنا توقفنا بالركن مع المدرسة. الموضوع طويل وعريض. طيب. الظروف الاجتماعية اللي تمر بالبلد قد يجوز الإنسان لما يخطي على الزواج يكون بحب الأول يبقى ذكرى، لو ظروف استثنائية خلته يتزوج امرأة قد تكون هي قائمة بواجباته. نعم. لكن دائما يحن إلى أول لقاء أو أول حب اللي هو أثناء شبابه وطفولته وهالحكي هذا. طيب برأيك أستاذ علي، برأيك لو اللي بنمر بها. نعم. حاليا قد لها تأثير مباشر على، بس هي مسألة مراهقة، مسألة مراهقة شوية ما مقبولة. يعني نسمي الحب الثاني، أنا عمري 65 سنة نسمي الحب الثاني. طولت العمر. أحسن. أحسن أكيد أحسن طبعاً. أزمة منتصف العمر. إحنا سميناه، إحنا ما اختلفنا على الأسماء أو قساوة بعض المفردات اللي طبعاً نحن ضد المفردات اللي تجرح نفسية الإنسان، يعني ولو إنه هي متداولة اجتماعياً لكن هي تجرح، بالتالي نحن ضد هذا التسميات. أستاذ علي. أستاذ علي إحنا لسه بعدنا يعني عم نناقش الموضوع أنا والدكتور، وأني أتمنى تتابع لآخر الحلقة، أكيد في مسببات كثيرة بعدنا ما تطرقنا إلها. شاكرين اتصالك وأسعدني شخصيا تواصلك، وإن شاء الله ننتظرك بالحلقة القادمة أيضا. شكرا جزيلا دكتور. سمعنا مداخلة أستاذ علي وشفنا أنه هو فعلا رافض التسمية، ويعني من حقه كون أنه يعني هو يعتبر نفسه من هذه المرحلة العمرية. نعم. تكلمنا بها بالبداية، يعني هذه نعم. التسمية وقعها النفسي سلبي على إذن المتلقي. نعم. فبالتالي انه احنا ما نقبل واحد يقول هذا عليه مراهق هي احنا نحكم على تصرفات، وانا يمكن اعتقد متفق وياي يعني انه انا يميل الى تسميه ازمه منتصف العمر. نعم. بدلا ما نسميها المراهقه المتاخره او مراهقه خريف العمر. طبعا ممكن يزيد الطين بله
طبعا ممكن انه هذا طبعاً الامر وعدم تفهم الزوجه اللي حضرتك تطرقت اليه ممكن هذا يزيد الانفعال لا راح انا انطيك مساله. احنا لما قلنا عدم توفر الزوجه الصديقه او انه غياب الحوار بين الزوجين، شوفي غياب الحوار بين الزوجين رغم سنوات الزواج الطويله لاحظتي شلون؟ لما نجي غياب زوجة صديقة، نعم. غياب حوار، غياب عدم توافق ثقافي واجتماعي وفكري بين الزوجين. شوفي دكتور عفوا، هو لو كانت هاي الأمور ما موجودة كان ما استمر الزواج لهاي المرحلة من العمر، لكن ممكن عفوا أنا بس أريد أقاطعك بموضوع مهم حسب وجهة نظري، أنه الشخص هو يعني نفسيا يكون ممكن هو داخلي يعني فكرة بنفسه وغير مقتنع بهذه الحالة. أنت جاوبتي عليها نعم. إحنا لما نقول غياب زوجة صديقة، خلنا نفترض بهذه التسمية، يمكن أنه إحنا بالمجتمع العراقي غريبة هذه التسمية، تمام. خلنا نقول غياب هذا الحوار وتقولي إن هم صار لهم 25 أو 30 سنة هم متزوجين، ليش هو يفكر بزوجة ثانية؟ خلنا نسميه عدم التوافق الثقافي والاجتماعي والفكري بين الزوجين، وأيضا راح تقولي لي ما هم صار لهم 20 سنة 25 سنة ليش استمر الزواج؟ الروتين والملل والإحباط اللي يشعر به الفرد، ذني أسباب يتعلقن بمن؟ بالزوج نفسه، بشخصيته، تمام. لاحظتي شلون؟ الآن تعالي للمجتمع، زواج مبكر، تحمل مسؤولية مبكرة، غياب التفكير الصحيح والواعي في أنه هو كيف يستطيع أن يوفر متطلبات الحياة المعيشية الكريمة لعائلته. الآن ذني كلهم يتجمعن ووفر هذه الحياة، طلعوا كبروا ولده، راحوا واشتغلوا، طلعوا عن البيت، بقى البيت بمن؟ بين من وبين من؟ بين الزوجين. لاحظي الفرق الرئيسي وهذه المهمة، الفرق الرئيسي بين المراهقة في بدايتها وبين اللي نتكلم عليها اللي خلينا نسميها أزمة منتصف العمر، أنه المراهقة بالمرة الأولى هي بين الأبناء والأهل، لكن المراهقة اللي سميناها أزمة منتصف العمر هي بين الزوج وشريكة حياته. أيها أهم؟ أنا أشوفها بين المجتمع أيضا. الثانية هو هذا حتى أكمل لك إياه، ليش بين الزوج وشريكته؟ لأن هو مسؤول عن أسرة، هذه الأسرة شو تمثل؟ تمثل نواة مجتمع، تمام. إذا الأسرة تفككت والأسرة ابتعدوا أبنائها والأسرة وصلت إلى مرحلة الطلاق ومرحلة الانفصال، تأثر عليه من؟ على بنية مجتمع. لاحظتي شلون؟ طيب. فإذا السبب، نعم، مهم جدا انه احنا اذا وقفنا على اسبابه نقدر نوصل الى نتيجه، او ممكن نلاقي له نوع من العلاج او نوع من التقبل، كون انه الاسره احيانا تنتفض ضد هذه الحاله. دكتور احنا راح ناخذ راي النساء بهذا الموضوع ونرجع نشوف يعني نكمل الحلقه ونكمل الطرح بشكل موسع وياكم مشاهدينا وبهذا الاستطلاع الثاني. شخصيتها يعني أنا بالنسبة لي يعني لا والله أعتني بنفسي ويعني أشوف يعني شخصية المرأة الاعتناء بالنفس. ربما أنت موظفة وإمكانيتك المادية زينة وأطفالك أو رجلك موظف، هنالك نساء عاطلات ويادوب يعني لقمة العيش، فشون بهالحالة؟ بصراحة يعني كل واحدة وإمكانيتها، يعني كل واحدة وظروفها يبلي، بس يعني ربات البيوت هم يعني شلون يعني محدودة إمكانياتهم، محدودة فتختصر بس يعني على المناسبات إنه يطلعون أو الشيء طلعات، بس بالبيت أحسها يعني أشوفها وهمة يعني كلش حاول نفسها. هذا يأثر بنفسية الرجال؟ طبعاً طبعاً يأثر، يقوم يعني يقوم أي عيال الصغة أكيد، وإحنا بالذات العراقيات دائماً يعني همنا الأساسي هو البيت والأطفال،
فالمرأة شو وقت تتباوع على نفسها لما تطلع تقاعد تشوف نفسها مثلا كبرت أطفالها اللي زوجته زوجته اللي تخرج تخرج تبقى يعني المفروض أنا يعني أحكي لك على المفروض. والرجل بعد الأربعين؟ الرجل بعد الأربعين يجوز عنده اهتمام لأسباب ثانية مو شرط يكون يعني الرجال يختلف نظرته عن المرأة. المرأة قلت لك تهتم لأنه واجباتها تقل في حين الرجال بعد سن الأربعين يجوز يحس روحه بعد شباب يريد يجدد. الرجل بعد الأربعين ويهتم بنفسه انه هو دائما يهتم بنفسه انه هو شباب، يعني مستحيل انه تقول لك اني كبير، لا اقول لك اني بعدني شباب الروح خضراء، هذه المعروف عن كل العراقيين خاصه. في دراسات نفسيه وفي نظريات نفسيه كثيره درست عن الرجال بانهم بعد الأربعين بعد الخمسين احيانا ايضا يحاولون انهم يعني يعودون الى روح الشباب، وهذا امر طبيعي جدا، لكن على المراه ان تكون ذكيه جدا لتتفادى هذا الموضوع. طيب بعد ما شفنا الاستطلاع دكتور واخذنا شريحة موسعة من النساء، شفنا انه فعلا النساء تميل الى انه هي بعض الاحيان تكون ملامة بتكوين دافع او سلوك دفاعي يستخدم الرجل للتمسك بهذا المرحلة بمرحلة الشباب طبعا قبل ما ينتقل لهذه المرحلة، فتشوفه يبدي يميل الى النساء الاصغر سنا لمحاولة انه يبقى شاب على الاقل في مفهومه هو. أنا راح أقول لك، واحدة من الخوات اللي عرضت قالت إنه يعني ما معناه إنه هو بعد روحه خضراء أو المرأة تكون مهتمة بالبيت أكثر وما تهتم إلا بعد سن التقاعد، هذا اللي تكلمنا عليه قبل شوية. نعم. اللي قلنا إنه غياب الحوار، غياب عدم التوافق الثقافي الاجتماعي، لكن أنا راح أنتج تفسير ليش هو يصبغ شعره وليش هو يصبغ شواربه حتى يبقى شاب. نعم. لاحظي هذه المرحلة هي تغييرات نفسية وسلوكية تطرأ على سلوك الفرد. سببها شنو؟ ممكن تكون متفاوتة، عفوا دكتور، ممكن تكون متفاوتة بين شخصية وأخرى، بين شخص وآخر، يعني احنا هذه الحالة مو عامة، يعني لا لا ممكن لا لا تكون لا لا كل فرد وحتى أعتقد مظاهرها هم يعني أيضا تختلف من فرد آخر. نعم. تختلف من فرد آخر. نعم. وأنا أقول لك 25% من الرجال يعانون من هذه المرحلة، من هذه الحالة. 25% يعني نسبة، خلينا نقول نسبة بسيطة من هذه الحالة يعانون. لكن هو ليش يعاني؟ لاحظي، لأن هو يعاني من ما يسمى بنزعة التمرد بداخله، والنزعة نحو التحدي. التحدي من وين؟ التحدي من الصورة المبالغ بها لحالة الكبر اللي مر بها. فهو حتى يرفض حالة الكبر اللي مر بها يميل إلى أن يقوم بسلوكات لا تنتمي للمرحلة العمرية اللي هو بها الآن، فيميل يصبغ شعره ويميل يصبغ شواربه ويميل إلى أنه هو يقوم بقصات وملابس يلبسوها الشباب. لكن تدرين الخطر اللي بيها وين؟ وين؟ الخطر أنه تتملك نزعة، تسيطر عليه نزعة التغيير. لأنه هو يعتقد أنه عملية التغيير هي نوع من الرجوع إلى مرحلة أقل عمراً. وهذا التغيير قد يشمل بدل ما هو تغيير للشكل الخارجي إلى بالملبس وتغيير شكل الخارجي تغيير الزوجة. يعني راح نوصل لمرحلة تغيير الزوجة. فمن الممكن يميل إلى أنه هو طبعاً ممكن هم يعني عفواً دكتور أنا مضطرة أقاطعك لأنه عندي اتصالات تنتظر، لكن ممكن الزوجة تلعب دور أيضاً بهذا الموضوع. بس نأخذ اتصال ويانا أحمد بن بغداد. مساء الخير أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. بس عندي كم سؤال للدكتور إذا تسمحيلي. تفضل، يسمعك الدكتور كل الهلا. دكتور عمره 25 سنة يعني وبالجامعة الحمد لله والشكر، حالتنا المادية يعني زينة تقريبا، بس ايش تنصحني يعني بالزواج حاليا زولا؟ وسؤال ثاني دكتور نوبات الشخص يلاقيه بالشارع أكره، يعني لا عرفنه ولا عرفه، ونوبات يعني يلاقي له واحد يتمنى يكون يصير صديقي لو فد شيء، مع العلم يعني ما عنده أي مصلحة وياه أبدا. ايش تعابير وش أكرهها؟ أقول والله يعني هيك تعابير وش أحبها مال شلون؟ نعم. زين، وأصدقاء محدودين دكتور، يعني عنده صراحة تقريبا اثنين، وطبعي يعني طبعي جاهل صراحة، يعني لا أجامل وكل ماكو. زين، خلينا نقول طبعا جاهل. أريد نصيحة منك يعني.
طيب حكايه معظمها يعني احكيها راسا بوجوههم. طيب احمد وصلت الفكره وراح يجاوبك الدكتور، شكرا لاتصالك وخليك متواصل ويانا من خلال الشاشه. سمعت ال عفوا انه الاتصال الاخر من فارس من واسط، وبعدين لازم ضروري نجاوب احمد. مساء الخير فارس. قطع الاتصال. انا اسفه فارس. طيب نرجع الموضوع احمد اللي وهو خارج موضوع حلقتنا لكن مضطرين. لا انا راح اجاوبه. هو نعم. سال انه هو بعمر 25 سنه والان بالجامعه، هل تنصح بالزواج؟ انا وجهه نظري انه الزواج لا يتم الا بعد ان يستطيع الفرد ان يوفر متطلبات المعيشه. نعم. الان ظروف صعبه، مو راح حسه هو كانه يسمعني يقول لي يعني انت معناتها ما تشجع على الزواج مبكر. لا، انا اشجع على الزواج للشخص الذي يستطيع ان يفتح بيته. الان احنا هذا الجانب. الجانب الثاني، المساله الثانيه اللي سال قال انه انا مرات واحد يلاقيني وانا اشعر انه انا اكرهه. لا، غير ما تتعامل وياه بعلم النفس ما عندنا سلوك غير مقصود. كل السلوكات اللي نقوم بها مقصودة، نفسرها مقصودة. ليش؟ لأنه جماعة علم النفس يركزون على بالذات مدرسة التحليل النفسي تركز على ما يسمى باللاشعور. واللاشعور هو شنو؟ خبرات مر بها الفرد خلال مراحل العمرية المختلفة. يعني ممكن أحمد يكون هو يتمتع بهذه الخبرات. فمن الممكن وهذا هو التفسير. نعم. لحالات أنه أنت تلاقين شخص بالشارع بدون ما تعرفيه تقولين والله أنه هذا أكرهه وأنا ما أعرفه، وهذا الشخص شقد ما أحبه وأنا ما أعرفه. لا، هذا لو نتعمق في مسألة التحليل النفسي نجد قد يكون هذا الشخص. طيب، هو صورة. في عفوا دكتور طرح موضوع آخر ألا وهو عدم المجاملة، وهذا موضوع مهم قبل ما أخذ الاتصال باختصار. هذا تابع لأسلوب تنشئة اجتماعية. الثاني الأولانية حتى أكمله، قد يكون صورة لشخص هو مر به في مرحلة طفولته، ارتبط بخبرة غير جيدة به، فبالتالي بقى باللاشعور مالته. نعم. مسيطر عليه، من الممكن ذكر الشخص اللي شافه في هذا السن الآن. أسلوب التنشئة الاجتماعية. نعم. القائم على الشدة والقسوة وعدم المرونة هو الذي يخلق. نعم. من الشخص مترددا وجافا وغير قادر على أن يتعامل مع الآخرين وغير مجامل أيضا. طيب نأخذ اتصال آخر. أم زهراء مساء الخير. هلا حيني، مرحبا. هلا بيك حبيبتي. اي نعم، شلونك عيني؟ الله يخليك يسلمك. تفضلي ام زهراء، اسمعك. عاني عاني يعني عندك مشكله. نعم. جيتوا على المراهق بدي اتابع برامجكم. عاني نعم اتابع برامجكم. اي جيتوا على المراهق. انا عندي يعني زوجي نفس الحاله. هسه هو مواليد 70. بدي احكي حرف الدكتور. دكتور ممكن تسالها بعض الاسئله حتى وفد مشاكل. يعني انا حتى بنتي زوجتها تزوجه. هو مواليد 70 وهسه راجع بمرحله المراهق ويعني يدور وحده علي. وبيش مثلا الدكتور ينصحني بيشي؟ ايش قد عمره يعني ام زهراء؟ ايش قد عمره ابو زهراء؟ ايش قد عمره؟ مواليد 70. مواليد 70. زين، واصل مرحله دراسيه معينه؟ لا والله ما داخل مدرسة، هو حاليا عسكري. زين، انت قريبة من عمره؟ يعني 76. مواليد 76. قريبة من عمره؟ صارنا بال 29 سنة متزوجين. زين، انت بمرحلة دراسية معينة؟ دائما مشاكل، دائما مشاكل. مهتمة أو هي مهتمة بنفسها؟ 10 سنوات انا يعني. لا بس اسمحي لي ست ام زهراء، انت نعم بمرحلة دراسية معينة؟ اني؟ اي يعني أي وعطلة أو المتوسط. زين، يعني أنتوا اثنيناتكم كمستوى ثقافي واجتماعي متقارب. إيه. هذه واحدة. المسألة الثانية، علاقتك بيه شونها؟ تهلين بيه؟ تقولي له شونك؟ شون علاقتي بيه يعني زينة، بس هسه دخلت يعني وحدة جاي يعني جاي خابرها يوعدها بالزواج. طيب ام زهراء، ام زهراء مهتمه بنفسك انت؟ يعني قايمه مثلا؟ والله انا بعدني هسه كود، والله العظيم بعدني صغيره وحلوه وشابه. نعم. يعني هذه نقول. نعم. اي طيب، يعني مهتمه بنفسك، قايمه بواجباتك تجاهها؟ والله واجباتي. ويعني عندي صار على محمد 7 اطفال. ما شاء الله. طيب ممكن احنا وصلت الفكره، واعتذر منك لانه ضيق الوقت بدا يداهمنا، وراح يجاوبك الدكتور شنو توصف حالته. شاكرين اتصالك ام زهراء. طبعا هو هذا الموضوع اللي احنا نتكلم عليه، انه ليش هو
الرجل يبدي ينظر للمراه لمراه اخرى. نعم. وانطينا الاسباب. نعم. لكن هي عليها انه هي شو تقوم. انا تكلمت بها قبل شويه. نعم. ان تكون هي صديقه له، بمعنى انه هي تحاول تتقرب من عنده. تستمع له اكثر مما تتحدث اليه. هذه مهمه. انه هي تسمع منه. ان تبتعد عن ما يقوم به بالاستهزاء والسخريه من ما يقوم به. وانما لا تتقبلها. تتقبله. وتشجعه وتقول له اليوم انت شنو هذا اللي لابسه، شنو اللي هذه. لاحظتي شلون ان تكون، يعني ما اعرف شلون انا اقدر اوصله، بس ان تكون معطائه. يعني بمعنى انه هي ان تقلل من حاله الرتابه والملل والروتين. اليوم خلينا نطلع، اليوم خلينا نغير فلان شيء، شوفي تاخذ رايي، اليوم خلينا نبدل هذا الشيء، اليوم بدل ما شو اسمه اليوم انا عازم. طبعا هذا الكلام موجه مو فقط لام زهراء، لكل النساء المتزوجات واللي بهذه المرحله العمريه، لانه في معاناه حقيقيه يعانون. نعم. يعانون من عندها، لانه احنا المشكله اللي نعاني من عندها. نعم. انه الزوجه مرات يغيب دورها نفسيا. ودائما تبدي تتحجج انه اولادنا كبروا واحنا صرنا كبار وتعبانين صرنا كبار وعيب يا ابو فلان ما صرنا، والله الدراسات تقول او اذا راح للحج ابتله، اذا راح للحج ابتله. يقول طلعوا لعبوا ولا تتحجج بالعمر. طيب رغم انه طبيعه مجتمع يعني. انا اسفه طبعا قاطعتك كثير لانه ضيق الوقت، بس انا باجابه سريعه لو سمح الدكتور، ما مصداقيه المشاعر في هذه المرحله العمريه الخريفيه؟ باجابه سريعه من قبل الرجل للمراه اكيد هو موضوع حلقه. انا قلت لك هو السبب نفسي. نعم. ربطناها بنزعه التمرد والتغيير ونزعه التحدي اللي موجوده عنده. نعم. لكن الشيء الاخر المهم يعني هو في مصداقيه بالمشاعر. راح انا هسه اقول لك اياها وشوفي اذا بيها مصداقيه. نعم. هو ان يبقى الشخص يعتقد انه رغم كبر سنه ما زال قوي ومؤثر وجذاب. لاحظت شلون؟ وقد يكون. نعم. ما يقوم به من سلوك. نعم. هو رد فعل. تمام. اتجاه سلوك ابن المراهق اللي يقوم به ويشوف انه هو سلوك مفعم بالشباب. فبالتالي هو يعتقد وصل الى مرحله من الاستقرار المادي. نعم. اللي تجعله يكون قادر على انه هو يفتح بيت ثاني او ياخذ زوجه ثانيه. يعني انا اللي فهمته ممكن تكون المشاعر صادقه. شاكره قريبه من الصدق. شاكره وجودك دكتور، شرفتنا وسعدتنا بتواصلك ووجودك معنا اليوم. شكرا جزيلا. اذا احبتي لابد ان اؤكد ان مقوله بعض النساء كبرنا وكبر اولادنا، والتي يطلقونها في وجوه الازواج في مثل هذا العمر، يدفع بعضهم إلى أن يكون مراهقا متمرسا يبحث عن الحنان بين أحضان امرأة أخرى، ويبحث عن الجمال في روحه ومظهره ليقنع الأخريات بأن الشباب ما زال حاضرا في شكله وعنفوان جسده وفي تمسكه بالحياة. إذن هي مسؤولية مشتركة تتطلب من الزوجين التركيز على المشاعر والعواطف التي تتدفق مع الأفكار والحوار الهادئ، لكي نستمتع بالحياة ونعيشها معا بحب. أترككم مع الحب والسعادة. إلى اللقاء.